السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف التاسع. موعدنا اليوم مع الدرس الثاني في الفصل الدراسي الأول، وهو درس الأعداد الأولية. وطبعا الدرس ده متفرع إلى أجزاء، هنتعرف النهاردة منها على بعض الأجزاء، وإن شاء الله هيكون في جزء تاني في فيديو قادم بإذن الله. لو عايزين تعرفوا كل حاجة عن الأعداد الأولية تابعوا معانا الفيديو ده للنهاية. أنا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود. اهلا بكم طلاب الصف التاسع. طبعا زي ما تعودنا منكم اعملوا اشتراك في القناه لو انتم اول مره تزورونا، كمان اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وشارك الفيديو ده مع كل اصحابك. ويلا بينا نبدا الشرح على طول. درسنا اليوم هو درس الاعداد الاوليه. طب يعني ايه اعداد اوليه؟ طبعا في البدايه لازم تعرف ان الاعداد الاوليه دي تم دراستها في الصفوف السابقه. تعالوا ناكد عليها ونعرف ما هي الاعداد الاوليه. التعريف بيقول العدد الاولي هو عدد كامل اكبر من الواحد، وده معنى ان الاعداد الاوليه ما ينفعش تكون اعداد عشريه، وله عاملان فقط. وده معناه ان العدد الاولي له قاسمان فقط او عاملان فقط، والعاملان هما العدد نفسه والواحد، ونقدر نقول عليه العدد الاناني لانه ما بيحبش الا نفسه والواحد فقط. اما الاعداد غير الاوليه فلها اكثر من عاملين. طبعا العدد واحد له عامل واحد، ودي حاله خاصه، فبالتالي بنقول عليه ليس عددا اوليا وليس عددا غير اولي. يبقى احنا كده الاعداد الاولية هتبدأ بكام؟ الاعداد الاولية معانا هتبدأ بالاثنين. يعني مثلا العدد اثنين له قاسمان فقط، يعني يقبل الاسم على الاثنين وعلى الواحد فقط لا غير، يبقى ده عدد اولي. والتلاتة لها قاسمان فقط، اللي هي التلاتة والواحد، يبقى عدد اولي. انما الاربعة، هل الاربعة عدد اولي؟ تعالوا نشوف الاربعة. الاربعة لها كم قاسم؟ لها ثلاث قواسم، لان الاربعة بتقبل القسمة على الاربعة، وبتقبل القسمة على الاثنين، وبتقبل القسمة على واحد. يعني ليها كم عامل؟ ليها ثلاث عوامل، شايفين؟ ثلاث عوامل، يبقى دي عدد ليس أولي أو غير أولي. أما الخمسة لها قاسمان فقط، الخمسة والواحد، يبقى عدد أولي. والستة طبعا لا، لأن الستة تقبل القسمة على الستة وعلى الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الواحد، يعني ليها أربع عوامل. السبعة طبعا أولية، لأن السبعة تقبل القسمة على نفسها وتقبل القسمة على واحد. لازم تعرف ان العدد الاولي بيقبل القسمة على نفسه فقط وعلى الواحد، عشان كده احنا ممكن نسميه عدد اناني لانه بيحب نفسه والواحد فقط لا غير. طبعا التمانية ليست عدد اولي، لان التمانية تقبل القسمة على نفسها اللي هي الثمانية، وتقبل القسمة على الاربع، وتقبل القسمة على الاثنين، وتقبل القسمة على الواحد، يبقى ليها اربع عوامل وفي الحالة دي ليست عدد اولي. والتسعة نفس الكلام، في طلاب كتير بيغلطوا بيقولوا ان التسعة عدد اولي. لا، التسعة ليست عدد اولي. لماذا؟ لأنها تقبل القسمة على تسعة، وتقبل القسمة على ثلاثة، وتقبل القسمة على واحد، يعني ليها كم عامل؟ ليها ثلاث عوامل، واحنا اتفقنا إن العدد الأولي له عاملان فقط، تمام؟ يبقى التسعة مش هتنفع، والعشرة أيضًا مش هتنفع، يبقى الحداشر عدد أولي وهكذا. طب يا أستاذ أنا عايز أعرف الأعداد الأولية لحد المية، تمام؟ طبعًا الموضوع بيكون صعب شوية لو أنت هتحفظهم، لأن أنت ممكن تنسى. فبالتالي في طريقة سهلة ممكن نقولها تقدر بيها تعرف العدد الأولي لحد المية. الطريقة كالآتي، إن أنت هتجيب مضاعفات الستة، كلنا عارفين مضاعفات الستة. ستة، وبعدين نزود ستة كمان تبقى 12، نزود ستة تبقى 18، زود ستة 24، وهكذا. 30، 36، 42، هنفضل نزود ستة كل مرة. 48، 54، 60، 66، 72، 78، 84، بعدين 90، بعدين 96. دي مضاعفات الستة، يعني بنجمع كل مرة ستة أو بنزود كل مرة ستة. طيب بعد ما جبت مضاعفات الستة، مضاعفات الستة عن طريقها هتقدر تعرف الأعداد الأولية. طب إزاي؟ هنجيب العدد اللي قبلها واللي بعدها، يعني الستة مين اللي قبلها ومين اللي بعدها. الستة قبلها الخمسة، الخمسة أولي، وبعديها سبعة، السبعة أولي، يعني هنجيب اللي قبل العدد واللي بعده. طب ال 12 مين اللي قبله؟ 11 أولي. طب وال 12 مين اللي بعدها؟ 13 أولي، ممتاز. ال 18 مين اللي قبلها؟ 17 أولي. مين اللي بعدها؟ 19 أولي. طيب ال 24 مين اللي قبلها؟ 23 أولي.
طب مين اللي بعدها؟ اللي بعدها 25. طب ال 25 اولي؟ لا، ال 25 ليست اوليه. ليه؟ هنكتب ملحوظه هنا لازم تركز عليها. اي عدد احد وخمسه ليس اولي او غير اولي. طب ليه؟ لانه بيقبل القسمه على خمسه. يعني مثلا ال 15 غير اولي، ال 25 غير اولي، ال 35 غير اولي، ال 45 وهكذا. كل دي اعداد غير اوليه لانها احدها خمسه، يعني تقبل القسمه على خمسه. فبالتالي هتكون ليها اكثر من عاملين، وبالتالي هتكون عدد غير اولي. يبقى ال 25 ليست اوليه. طيب ال 30 مين اللي قبلها؟ 29. مين اللي بعدها؟ 31. اولي اولي. ال 36 مين اللي قبلها؟ 35. غير اولي على طول. ال 35 بتبدا بخمسه يبقى غير اولي. طيب ال 36 بعديها 37 اولي. ال 42 قبلها 41 اولي. وبعديها 43 اولي. كل ده اولي. ال 48 قبلها 47 اولي. وبعديها 49. ال 49 ليست اولي. طب ليه؟ الملحوظه رقم 2. اي عدد من مضاعفات السبعه، من مضاعفات مين؟ السبعه، غير اولي. تمام؟ ما عدا السبعه طبعا. ازاي مثلا؟ تعال نفهم. انتوا عارفين ان ال 49 هي 7 في 7؟ 7 في 7 ب 49. يبقى اذا ال 49 دي من مضاعفات السبعه، يبقى ليست اولي. تمام؟ وفي كمان عندنا اعداد غير اوليه من مضاعفات السبعه لازم تنتبهوا ليها. 7 في 11 ب 77. برضه ال 77 غير اولي. وعندي 7 في 13، خلي بالكم منها لان دي مهمه جدا، ب 91. ال 91 غير اولي، ركزوا عليها عشان بتيجي في الامتحانات وبعض الطلاب يفتكروا ان ال 91 اولي. لا، ال 91 غير اولي لانها من مضاعفات السبعه اللي هي 7 في 13. تعالوا نكمل. ال 54 قبلها 53 زي ما اتعلمنا، ال 55 ليست اوليه. طب ال 60 قبلها 59 وبعدها 61 اولي اولي. ال 66 قبلها 65 ليست اوليه وبعديها 67 اولي. ال 72 قبلها 71 اولي وبعديها 73 اولي. ال 78 قبلها 77 ودي ليست اولي لانها من مضاعفات السبعه 77. وبعديها طبعا 79 اولي. ال 84 قبلها 83 اولي. وبعديها 85 بتبدا بخمسه يبقى ليست اولي. ال 90 قبلها 89 اولي. بعديها 91، واحنا اتفقنا ان ال 91 ليست اولي. ال 96 قبلها 95 ليست اولي لانها بتبدا بخمسه وبعديها 97. كده احنا جبنا كل الاعداد الاوليه لحد ال 100. ودي طريقه سهله جدا بتقدر تفتكر بيها الاعداد الاوليه. في طريقه ثانيه موجوده عندك في الكتاب اسمها غربال إيراتوستنس، ودي معناها ان انا بعمل مربع مكون من 10 صفوف و10 اعمده، وبكتب الاعداد من 1 الى 100، وبعدين بشطب على الاعداد الغير اوليه يتبقى عندي الاعداد الاوليه. ودي طريقه موجوده في الكتاب المدرسي، ولكن الطريقه بتاع مضاعفات السته دي طريقه ايضا سهله ممكن تعرف بيها الاعداد الاوليه بكل بساطه. في نقطه ثانيه مهمه جدا لازم تنتبهوا اليها. من بعض الملاحظات المهمه، عندي قاعده بتقول ان اي عدد زوجي غير اولي، اي عدد زوجي غير اولي ما عدا الاثنين طبعا. الاثنين هي العدد الوحيد اللي زوجي اولي، الاثنين هي العدد الوحيد اللي زوجي اولي، اما كل الاعداد الزوجيه غير اوليه. لازم تنتبهوا للملاحظات دي عشان بتساعدك في الحل. واي عدد من مضاعفات الثلاثه برضو غير اولي، عشان في ناس بتغلط برضو زي التسعة. التسعة من مضاعفات التلاتة غير أولي. يبقى انتبهوا لهذه الملاحظات اللي بتعرفني إزاي أجيب العدد الأولي. تعالوا بقى نحل التمارين كده، تمارين كتاب الطالب اللي هي موجودة على الأعداد الأولية. السؤال الأول بيقول إيه معانا؟ ما العدد الزوجي الأولي الوحيد؟ طبعا زي ما احنا عارفين العدد الزوجي الأولي الوحيد هو الاثنين، مفيش غيره. كل الأعداد الزوجية غير أولية ما عدا الاثنين بس، هي العدد الزوجي الأولي. تمام؟ بيقول لي اكتب الاعداد غير الاوليه الاكبر من 4 والاصغر من 30. عشان تقدر تحل السؤال ده بطريقه سهله اكتب جميع الاعداد. يعني مين الاكبر من 4؟ ال 5 وال 6 وال 7 وال 8 وال 9 وال 10 وال 11 وال 12 وال 13 وال 14 وال 15 وال 16 وال 17 وال 18 وال 19 وال 20 وال 21 وال 22 وال 23 وال 24 وال 25 وال 26 وال 27 وال 28 وال 29. دي الاعداد اللي اكبر من 4 والاصغر من 30. بس هو قال لي مين؟ الغير اولي. عايزين الغير اولي، ده معناه ان اي عدد اولي مش عايزينه نشطبه، هو عايز الغير اولي بس.
طيب يلا نشطب على الاعداد الاوليه زي ما اتفقنا. مين العدد الاولي؟ الخمسه. السبعه عدد اولي. التسعه عدد اولي؟ لا طبعا، لان التسعه من مضاعفات الثلاثه. العشر عدد اولي؟ طبعا لا، لان بتقبل القسمه على الاثنين. يبقى هنا ال11 عدد اولي، ال13 عدد اولي، ال15 عدد اولي؟ طبعا لا، لانها تقبل القسمه على الثلاثه وعلى الخمسه. ال17 عدد اولي، ال19 عدد اولي، ال23 عدد اولي، وبعدين نوصل لحد ال29 عدد اولي. طبعا ال24 زوجي ما ينفعش، ال25 بتبدا بخمسه ما ينفعش، ال26 عدد زوجي ما ينفعش، ال27 من مضاعفات الثلاثه ما ينفعش، وال28 عدد زوجي، يبقى ال29. كده انا شطبت على مين؟ شطبت على الاعداد الاوليه. يبقى ايه اللي تبقى معايا؟ تبقى معايا الاعداد غير الاوليه، وده المطلوب في السؤال. بيقول لي اكتب عددا زوجيا اكبر من اثنين يمكن كتابته في صوره مجموع عددين اوليين. مثال السته مثلا، ده عدد زوجي، ممكن اكتبها على هيئه عددين اوليين مجموعين، 3 زائد 3 ب 6. والثمانيه برضه عدد زوجي، ممكن اكتبها على هيئه عددين اوليين اللي هي 3 زائد 5. طب يلا نفكر مع بعض في عدد اخر، ممكن مثلا نقول ال 12. يلا يا شباب، مين يقول لي ال 12 دي؟ العددين الاوليين اللي اجمعهم يديني 12، هما مين؟ ممتاز، سامع طالب بيقول يا استاذ الخمسه زائد السبعه. لان خمسه زائد سبعه يعطيني 12، وده عددين اوليين، الخمسه عدد اولي والسبعه عدد اولي. في طالب سمعته بيقول 3 زائد 9 بيساوي 12، هنقول له غلط طبعا، لان الثلاثه هي عدد اولي، ولكن التسعه غير اولي، وهو قال لك لازم العددين يكونوا اوليين. افتكروا المعلومه دي كويس. انت بقى مع نفسك فكر دلوقتي واكتب لي في التعليقات ايه العدد الزوجي اللي ممكن تكتبه على هيئه عددين اوليين مجموعين. يلا اكتبوا تعليقاتكم اسفل الفيديو عشان اشوفها. تعالوا نشوف السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول لي توأم الاعداد الاوليه هي ازواج من اعداد اوليه، الفرق بينهما اثنان. كلمه توأم يعني عددين اوليين. مالهم التوأم دول؟ الفرق بينهما اثنين، يعني المسافه بينهم اثنين. اكتب توائم الاعداد الاوليه حتى 100. لو رجعنا للاعداد الاوليه اللي احنا كاتبينها هنا، هتلاحظ ان الخمسه والسبعه هم توأم اعداد اوليه. ليه؟ لان الخمسه والسبعه الفرق بينهم اثنين، وكمان ال11 وال13 الفرق بينهم اثنين، وال17 وال19 الفرق بينهم اثنين، وال29 وال21 الفرق بينهم اثنين، وكمان ال41 وال43 الفرق بينهم اثنين، وال59 وال61 الفرق بينهم اثنين، وال71 وال73 الفرق بينهم اثنين، في كمان معانا الثلاثة والخمسة الفرق بينهم اثنين. كل دي أعداد أو توائم الفرق بينهم اثنين. هكتب لكم أنا بعضهم هنا وأنتوا كملوا الباقي. مين التوائم معايا؟ قلنا الثلاثة والخمسة. الفرق بينهم اثنين، لأن الفرق بين الثلاثة والخمسة خطوتين. أو لو زودنا على الثلاثة اثنين يديك خمسة. وكمان قلنا الخمسة والسبعة. برضو توائم مع بعض. لو زودنا على 5 2 يديني 7. وعندنا قلنا كمان مين؟ ال11 وال13 الفرق بينهم 2، وعندي ال17 وال19 الفرق بينهم 2. هسيب لكم الباقي انتوا تكتبوه في التعليقات برضو من الاعداد الاوليه اللي احنا كتبناها في اول الفيديو. نيجي للسؤال الرابع، هل العدد 149 عدد اولي؟ طيب ال149 ده عدد كبير، عشان اعرف هو عدد اولي ولا لا لازم اعمل حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى لازم أجيب جذر ال 149 بالآلة. تعالوا نجيب كده جذر ال 149 بالآلة. آدي الآلة معانا أهي. دي علامة الجذر في الآلة، هنكتب جذر 149 وأقول يساوي. نحولها لعلامة عشرية من هذا الزر اللي هو الإس دي. طلعت الإجابة 12.2 تقريبا. يبقى نكتب هنا الإجابة 12.2 تقريبا. دي المرحلة الأولى. بعدين نجيب الاعداد الاوليه اللي اصغر من ال 12. مين الاعداد الاوليه اللي اصغر من ال 12؟ ال 2 وال3 وال5 وال7 وال11. هنقسم ال 149 على الاعداد دي. اذا قبل القسمه يبقى العدد ده غير اولي، واذا لم يقبل القسمه يبقى العدد ده اولي. طب ازاي اقسم؟ ممكن اقسم بالاله عادي جدا. تعالوا نجيب الاله مره ثانيه. هنقول اول حاجه 149 قسمه 2، زي ما انتوا شفتوا هنا طلعت علامة عشرية يعني لا يقبل القسمة. طب هنقول 149 قسمة 3، برضو طلعت علامة عشرية يعني لا يقبل القسمة. طب هنقول 149 قسمة 5، برضو طلعت علامة عشرية يعني لا يقبل القسمة.
149 قسمة 7 بتساوي برضو علامة عشرية، برضو نفس الشيء لا يقبل القسمة. طب 149 قسمة 11 أيضا طلعت علامة عشرية لا يقبل القسمة. بما أنه لا يقبل القسمة على كل الأعداد هذه، يبقى إذن 149 عدد أولي، وهنكتب له طبعا لأنه لا يقبل القسمة إلا على نفسه والواحد الصحيح. ودي الطريقة اللي أنا أقدر أعرف بيها أي عدد كبير إنه أولي أو لا. شاركونا في التعليقات لو تعرفوا طريقة أخرى إزاي تعرف بيها الأعداد الأولية الكبيرة. الجزئية الثانية من درس اليوم هي جزئية العوامل الأولية، برضو تخص الأعداد الأولية. ما هي العوامل الأولية؟ هي عوامل للأعداد وهي أيضا أعداد أولية، يعني بنشوف الأعداد إيه العوامل الأولية الخاصة بها. يمكن لكل عدد أن يجزأ ويكتب في صورة ناتج ضرب عوامل أولية. يمكن إجراء ذلك باستخدام مخطط الشجرة أو باستخدام القسمة. هنتبع الطريقتين دول في حل المسائل. تعالوا نشوف الأسئلة. اكتب كل عدد من الأعداد الآتية في صورة ناتج ضرب عوامل أولية. خلي بالكم عوامل أولية. طيب تعالوا نحل ال 30 بأسلوب الشجرة. ده أول أسلوب اسمه أسلوب أو مخطط الشجرة. ال 30 دي لو أنتوا حافظين جدول الضرب، يلا معايا 30 دي كم ضرب كم؟ أيوه سمع طالب بيقول يا أستاذ 3 ضرب 10 ممتاز. ممكن تقول 5 ضرب 6 ممتاز برضو صح. طيب الثلاثة أولي نحط عليها دايرة لا تحلل. طب العشرة؟ العشرة زوجي ليست أولي يبقى لازم نحللها. العشرة اللي هي 2 ضرب 5 يبقى الاثنين أولي نحط عليها دايرة والخمسة أولي نحط عليها دايرة. كده المسألة انتهت، وهنكتب إن ال 30 بتساوي 2 ضرب 3 ضرب 5 اللي هي الأعداد الأولية. خلي بالكم ان احنا بنرتبها من الصغير للكبير عشان ننظم المسألة، طبعا هو مش ضروري ولكن عشان تنظيم المسألة. طب تعالوا نشوف بقى 24، 24 مش هحلها بالشجرة، هحلها بطريقة القسمة، وطريقة القسمة دي ممكن الآلة تساعدك. طيب لما أجي أقسم أقسم على مين؟ بقسم على الأعداد الأولية فقط، اللي هي الاثنين والثلاثة والخمسة والسبعة والحداشر وغيرها. يلا نقسم الأول على الاثنين، لأن 24 زوجي تقبل القسمة على الاثنين. 24 على الاثنين فيها ال 12. نقسم تاني على الاثنين. 12 على 2 فيها 6، نقسم تاني على 2، 6 على 2 فيها 3، والثلاثة عدد أولي يبقى لازم نقسمه على نفسه، 3 على 3 فيها الواحد. كده أنا وصلت لآخر رقم اللي هو الواحد، يبقى أنا كده عملت عملية التحليل. تعالوا بقى نكتب الـ 24 دي في صورة ضرب العوامل الأولية. عندي هنا الاثنين اتكررت كم مرة؟ 1 2 3، يبقى اتكررت 3 مرات، يبقى نكتبها كده 2 أس 3، وبعدين نضربها في 3 مرة واحدة، لأن هنا الثلاثة اتكررت مرة واحدة. يبقى دي الطريقة التانية، طريقة القسمة. طبعا أنت في الامتحان براحتك اختار الطريقة اللي تعجبك. يلا المية نعملها بطريقة الشجرة، هننوع عشان تعرفوا الطريقتين. المية كم في كم؟ أيوه 10 ضرب 10 ب 100. العشرة نحللها تكون 2 ضرب 5، وهنا برضو العشرة نحللها تكون 2 ضرب 5. الاتنين اتكررت مرتين، يبقى الإجابة 100 بتساوي 2 مرتين ضرب، والخمسة برضو مرتين يبقى 5 أس 2، وبكده حللنا ال 100. طيب ال 225 عايزين نعملها بالقسمة. هنقسم على مين؟ العدد ده بيبدأ بخمسة يبقى نقسم على الخمسة، وممكن تقسم باستخدام الآلة الحاسبة لو أنت مش عارف. هنا عندي 225 قسمة 5 بتساوي 45، يبقى أنا هكتب هنا 45 وأقسم على الخمسة. 45 على الخمسة فيها التسعة، التسعة طبعا ما ينفعش على الخمسة يبقى نقسمها على التلاتة. 9 قسم 3 ب 3 و 3 قسم 3 ب 1. يبقى انا كده حللت ال 225، يبقى ال 225 هي عباره عن ال 3 مرتين والخمسة مرتين. هسيب لكم ال 360 تحلوها بالطريقه اللي تعجبكم باسلوب الشجره او بالاسلوب الخاص بالقسمه، واكتبوا الناتج النهائي في التعليقات. يلا بينا نتابع الشرح. لو انا حللت للعوامل الاوليه يبقى عن طريقها اقدر اوجد حاجه اسمها عين ميم كاف. عين ميم كاف، وعين ميم كاف دي اختصار لإيه؟ اختصار لكلمة عامل، عين يعني عامل، مشترك، ميم يعني مشترك، أكبر، عامل مشترك أكبر. وأيضا في حاجة تانية اسمها ميم، ميم صاد. الميم يعني مضاعف، والميم التانية مشترك، والصاد يعني أصغر. يبقى أنا مطلوب مني الحاجتين دول، العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر.
طيب ازاي احل السؤال؟ بطريقة سهلة جدا، هنمسك ال 72 ونحللها يا اما عن طريق القسمة او بطريقة الشجرة. 72 على 2 فيها 36، على 2 36 على 2 فيها 18، 18 على 2 فيها 9، 9 على 3 فيها 3، 3 على 3 فيها 1. كده احنا حللنا ال 72. بعدين احلل ال 108 على 2 فيها 54، بعدين على 2 فيها 27، 27 نقسمها على 3 فيها 9، على 3 فيها 3، على 3 فيها 1. دلوقتي نكتب ال 72، ادي ال 72 اهي. ال 2 اتكررت 3 مرات يبقى 2 اس 3 ضرب ال 3 اتكررت مرتين يبقى 3 اس 2. وال 108 تحتيها ال 2 اتكررت مرتين وال 3 اتكررت 3 مرات. انا دلوقتي عايز اطلع العامل المشترك الاكبر وعايز اطلع المضاعف المشترك الاصغر. بطريقة سهلة جدا، هو عايز هنا مين؟ عايز العامل المشترك الاكبر. الاكبر يبقى نعكس احنا، يبقى ناخد الاسس الاصغر. لما يطلب مني العامل المشترك الاكبر يبقى ناخد الاسس الاصغر. واضح يا شباب؟ يعني مثلا هنا دي 2 اس 3 ودي 2 اس 2، مين الاصغر؟ 2 اس 2، يبقى ناخد 2 اس 2 ضرب دي 3 اس 2 ودي 3 اس 3، مين الاصغر؟ 3 اس 2. وبعدين طلع الناتج 2 اس 2 يعني 2 في 2 ب 4، و 3 اس 2 يعني 3 في 3 ب 9، 4 في 9 ب 36. يبقى العامل المشترك الاكبر هو ال 36 للعددين 72 و 108. اظن سهله جدا. طيب هو هنا بيقول لي اوجد المضاعف المشترك الاصغر، هو قال كلمه ايه؟ اصغر. يبقى احنا نعكس، ناخد الاكبر الاس الاكبر. هنا مين الاس الاكبر؟ دي 2 اس 2 ودي 2 اس 3، يبقى ناخد 2 اس 3. دي 3 اس 3 ودي 3 اس 2، ناخد الاكبر يبقى 3 اس 3. يبقى 2 اس 3 طبعا ب 8، 2 في 2 ب 4، 4 في 2 ب 8، و 3 اس 3 ب 27. تقدر تجيبها بالاله وتقدر تحسبها، حتى احنا ممكن نحسبها بالاله على طول. ممكن نحسب على طول كده ونقول 2 اس 3 بكام؟ ب 8. طيب و 3 اس 3 بكام؟ 27. نضرب بقى 8 في 27، 8 ضرب 27 بيساوي 216. يبقى الإجابة هنا 216، ده المضاعف المشترك الأصغر. ودي أسهل طريقة وأسرع طريقة عشان نجيب بيها العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر. الأكبر يبقى ناخد أصغر أس، والأصغر يبقى ناخد أكبر أس. تمام؟ في طرق تانية كتير ممكن تشتغل بيها، مفيش أي مشكلة، المهم تعرف تطلع العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر. كده احنا حلينا ألف باء ال 25 وال 200. يلا نحل. 25 هنقسمها على 5 فيها 5 على 5 فيها 1، دي ال 25. طب وال 200؟ ال 200 طبعا ممكن نبدأ على ال 2 فيها ال 100، و 100 على ال 2 فيها ال 50، 50 على ال 2 فيها ال 25، 25 على ال 5 فيها ال 5، على ال 5 فيها ال 1. طبعا التحليل زي ما اتفقنا بالقسمة. طيب نبدأ نكتب ال 25، ال 25 هي ايه؟ هي 5 أس 2، يعني 5 متكررة مرتين بس. طب وال 200؟ هنحط ال 5 تحت ال 5، يعني هنا دي 5 أس 2 يبقى 5 أس 2. طب وهنا ال 2 متكررة كم مرة؟ 2 أس 3 مرات. يلا بقى نحل السؤال، هنجيب مين؟ العامل المشترك الأكبر. يبقى ناخد الأس الأصغر. طيب هنا 5 أس 2 و 5 أس 2، مين الأس الأصغر؟ 5 أس 2 زي ما هي، لأن هما الاتنين زي بعض. طب هنا 2 اس 3 وهنا مفيش 2، يبقى مين الاصغر؟ الاصغر انه مفيش 2، يبقى مش هكتب اي حاجه، ال 2 مش هكتبها، لان 2 اس 3 هنا دي كبيره وفوق مفيش 2، المفروض تكون 2 اس 0 لان مفيش 2 اصلا، فبالتالي 2 اس 0 ب 1 يبقى مش هكتبها، يبقى انا هنا مش هكتب حاجه، يبقى العامل المشترك الاكبر هو 5 اس 2 يعني 25. طب المضاعف المشترك الاصغر اللي انا باخد ايه؟ باخد اكبر اس، هنا برضه 5 اس 2، مين اكبر اس؟ هي برضه نفسها 5 اس 2. طيب وال 2 مين اكبر اس؟ اكبر اس 2 اس 3. يبقى 5 اس 2 ب 25 و 2 اس 3 ب 8، نضربهم في بعض يطلع الاجابه 200. يبقى ده المضاعف المشترك الاصغر. طبعا هيتبقى معانا المثال رقم ج، تقدروا تحلوه انتوا بنفسكم وتطلعوا الاجابات وتكتبوها في التعليقات. تعالوا بقى نشوف مثال لفظي ونحاول نحله.
بيقول تكمل فاطمة الدوران حول مسار ما في 12 دقيقة، ويكمل أخوها سعيد الدوران حول المسار نفسه في 18 دقيقة. فإذا بدأ الاثنان من الموقع نفسه وفي الوقت نفسه، فكم دقيقة ستمضي حتى يعبر معا خط البداية مرة ثانية؟ ده معناه ان انا عايز المضاعف المشترك لل 12 وال 18. تعالوا نستخدم نفس الطريقة التحليل. ال 12 لما نحللها 12 على 2 فيها 6، على 2 فيها 3، على 3 فيها 1. بعدين برضو ال 18 هنحللها 18 على 2 فيها 9، وال 9 على 3 فيها 3، على 3 فيها 1. كده حللنا ال 12 اللي هي 2 مرتين 2 أس 2 ضرب 3، وال 18 اللي 2 مرة واحدة والتلاتة مرتين. تعالوا نطلع المضاعف المشترك الأصغر، احنا عايزين المضاعف المشترك الأصغر. اتفقنا كلمة المضاعف المشترك الأصغر يبقى ناخد الأس الأكبر. هنا 2 وهنا 2 أس 2، مين الأكبر؟ 2 أس 2. هنا 3 وهنا 3 أس 2، مين الأكبر؟ 3 أس 2. يبقى 2 أس 2 بكام؟ بأربعة. و 3 أس 2 بكام؟ بتسعة. 4 في 9 بكام؟ 36. يبقى إذن المضاعف المشترك الأصغر هو 36، وده معناه ان بعد 36 دقيقة هيكون هما الاتنين بيعبروا الخط في نفس التوقيت. بكده يبقى خلصنا شرح درس اليوم. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، واذا في شيء مش واضح اكتبه لي في التعليقات، وتابعوا الفيديوهات الجاية، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.